اللهم بارك، ما شاء الله تبارك الله، حاجة كده زبدة استوت وبقت دايبة كده دوب في ايديكي، والبصل دخل كده مع اللحمة وبقى لونه مختلف وطعمه مختلف. اللمسة الأخيرة بقى حتة سمنة على الوش وتقلبيها كده في اللحمة، بقى ليها 100 طريقة و100 وصفة، بس هتفضل الوصفة الأصلية أحلى طعم ليها. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ متنسوش اللايك والشير، واللي مشتركش في قناتي ينورني، ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. بصلتين كبار أو 3 وسط، قطعيهم ترنشات، ما تقطعهمش صغير عشان يبقى طعمها باين معاكي كده في الأكلة. صينية أو طاسة على النار، انزلي عليها بحتة سمنة أو مكعب زبدة، وانزلي بقى بالبصل بتاعك وقلبيه، دبليه بس ما تخليهوش ياخد لون، وبعد كده دوسي لايك وقطعي قرنين فلفل. بتحبي الحراق حطيه حراق، ما بتحبيش الحراق حطيه رومي. انزلي على البصله بالفلفل وقلبي البصل بالفلفل لحد ما يدبل معاكي بس. اول ما يوصل للمرحله دي هاتي اللحمه بتاعتك الكميه اللي تريحك او المتاحه عندك وانزلي بيها على البصل. قلبي البصل في اللحمه تقلبتين لحد ما تتغلف من بره كده كانك بتديها صدمه. واحنا بنقلب نزود حسناتنا كده ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. اول ما تلاقيها اتغلفت هاتي نص كوبايه ميه وانزلي على اللحمه بيها، وبعد كده غطيها. اول ما تغلي تلاقيها بتغلي حلو كده، بتغلي حلو، ونوطي النار نديها تقليبه كده نتاكد ان هي مش هتتحرق مننا اهم حاجه، وفيها ميه نوطي النار ونغطيها بس. تسيبيها بقى تستوي على راحتها خالص على نار هاديه، بس اهم حاجه وهي بتستوي تتابعيها، لان لو الميه نشفت منك هتتحرق. تابعيها، لقيتيها محتاجه ميه ولسه ما استوتش زودي شويه بس. عامه طول ما انتي موطيه هي مش هتحتاج ميه تاني، بس البوتاجازات بتختلف من واحد لاخر، يعني شوفيها وتابعيها علشان ما تتحرقش. هتلاقي بقى البصل اندمج مع اللحمه بالتدريج كده، بصوا اللهم بارك، ما شاء الله تبارك الله، حاجه كده زبده استوت وبقت دايبه كده دوب في ايديكي، والبصل دخل كده مع اللحمه وبقى لونه مختلف وطعمه مختلف. اللمسه الاخيره بقى حته سمنه على الوش وتقلبيها كده في اللحمه بالبصل وشمي الريحه، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه. قلبي بقى كده، وبعد كده ننزل بالتوابل. التوابل: فلفل اسمر، رشه فلفل اسمر محترمه كده، وحبه ملح، وبس كده، مفيش اسهل من كده، وخطوات سهله خالص، وهتعملي احلى لحمه ببصل ممكن تذوقيها في حياتك. تحمري بقى جنبها حبه بطاطس، تعملي حبه مكرونه، تتاكل بالعيش كده، ممكن تعملي حبه رز، في اي حال من الاحوال تحفه. اعمليها وجربي الطريقه دي من غير طرق كتير كده وحركات كتير، هتلاقيها معاكي زي الزبده. والبصل طعمه باين معانا، مش مختفي كده ولا اي حاجه، عشان كده قطعناه جوليان. اللحمه دايبه اهي ومستويه ولونها فاتح مش غامقه، علشان احنا اديناها كده تقليبه بالبصل قبل ما نحط الميه، اديناها تغليفه. التغليفه دي بتحافظ على لونها وبتحافظ على طعمها. وبعد كده بقى رشه بقدونس، عايزه تنقليها انت في طبق تقديم تمام، بس انا مش هنقل. لو وصلتي معايا لحد هنا وعجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير، واكتبي كومنت، وصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. والسلام عليكم.